من الـ LBCI أهلا بكم، إليكم أبرز العناوين. نهار قطع الطرقات بين دهر البيدر والقلمون انتهى إلى وعود لأهالي العسكريين المخطوفين. هل استخدم داعش الكلور في المواجهات العسكرية؟ تتابعون في النشرة من هو تنظيم خراسان وهل صحيح أنه أخطر من داعش؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجل. مساء الخير. من يتذكر أن يوم غد هو موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ الجلسة تحمل الرقم 13، وبالتأكيد هو ليس رقم خير، وحتى من دون الرقم 13 لا إيجابية في جلسة غد، لأنها ستنضم إلى الجلسات الاثنتي عشرة التي سبقت. ما يمكن تذكره اليوم هو أن الحدث نزل إلى طرق، حيث حاول أهالي العسكريين المخطوفين اليوم أسلوباً مغايراً من خلال قطع الطرق، لكنهم لم يجنوا سوى الوعود التي تتكرر. الجديد اليتيم في هذا المجال ما أعلن عن أن وزير العدل أشرف ريفي التقى النائب العام التمييزي وجرى عرض مسار تسريع محاكمات الإسلاميين في سجن رومي. التطور العسكري هذا المساء تمثل في قصف عنيف يقوم به الجيش اللبناني ضد مواقع المسلحين في جرود عرسال. خارجيا يبقى الحدث اليمني هو الطاغي في ظل خلط الأوراق وسيطرة الحوثيين على العاصمة، ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير اليمن ولمن ستكون السيطرة الأخيرة عليه. أما في الشأن العراقي فإن التطور الجديد يتمثل في الاتهامات الموجهة إلى داعش باستخدام الكلور، وهو أحد أنواع الأسلحة الكيميائية. البداية من أهالي العسكريين المخطوفين وقطع الطرق، وننتقل مباشرة إلى القلمون حيث خيمت الأهالي مع الزميلة فتون رعد. فتون، بعد هذا اليوم الطويل على أوتوستراد القلمون، إلى ما أو على ما رست الأمور؟ ماريو، يعني مثل ما عم نشوف خلفنا الخيمة يلي نصبها الأهالي صباحا ما زالت موجودة، وانضمت لها خيمة أخرى لأنه الأهالي قرروا المبيت على الأوتوستراد، وفي خيمة حتكون للنساء وأخرى للرجال. الأهالي أيضا في صدد هن الآن يعني البدء باجتماع ليلي سوف يستمر. عم نشوف أيضا بكاميرا الزميل بول بوعون أنهم بدأوا هيدا الاجتماع، لجنة أهالي العسكريين، إن كان العسكري إبراهيم مغيط من القلمون وإن كان العسكريين الثلاث المخطوفين من عكار، مجتمعين هن الآن لبحث أشكال التصعيد وإمكانية التصعيد وإلى ما ستؤول إليه الأمور، إن كان حيبقوا على الأوتوستراد أم إن كان حيرجعوا يفتحوا الطريق. ولكن يعني هن مبدئيا باقيين على الأوتوستراد، ولكن يعني البحث عم يتناول إذا كانوا رح يسكروا الطريق بشكل كلي. هيدا الأوتوستراد الحيوي اللي بيربط الشمال وطرابلس بسائر أنحاء المناطق بسائر أنحاء لبنان، رح عم يبحثوا إذا بيسكروا كليا إضافة إلى الطريق البحرية أم إذا بيتركوه مفتوح. كمان أفكار عدة يعني مطروحة وستتم مناقشتها يعني بهذا الاجتماع، لا سيما الزحف كما علمنا باتجاه بيروت وأفكار أخرى. يعني ماريو، هيدا النهار الطويل رح نشوف أبرز ما صار فيه وتفاصيله بتقرير.